السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني مرحبا بكم في قناة هواة وعشاق الطيور. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على أكل ديال الفراخ الصغار في الأسبوع الأول ديالهم، وبالخصوص غنتكلموا على نوتخي بيغد أفانتيا ولا على حساب كل واحد شنو تيستعمل. غنذكروا شوية من المكونات ديالو، الفيتامينات اللي تحتوي عليها، وعلاش من الأحسن أننا نقدموه في حالة شي نوكلو بهم الفريخات، وأيضا ندوزو الطريقة ديال الاستعمال وديال الطريقة ديال توكال الفريخات. أولا هاد نوتخي بيغد هو أكل الفراخ، وفي نفس الوقت تحتوي على فيتامينات، تحتوي على مضاد معوي، تحتوي على بروبيوتيك، ريزاسيد اورغانيك، ايضا فيه البروتين فيجيتال، فيه فيتامينات بحال فيتامين ا، بحال فيتامين دي 3 4 بي 12، فيه الكالسيوم، فيه اسيد فوليك، فيه لاكولين، وتساعد يعني الطيور بزاف على النمو. يعني الاغلبيه ديال الناس اللي استعملوه، وبالنسبه للفريخات الصغار يعني راه تساعدهم بزاف، والتطورات ديالنا تيكونوا بصحه جيده. نوريكم المنتوج كيداير. هادي جا حليتو هاد الصباح، هذا استعملت منو، ومن الداخل كيداير. هذا هو من الداخل، راه تيكون فيه الورقه ديالو، نانوتيس راه كاينه داخل هاد البرودويات، كتكون فيهم داخل بحال هكا. الطريقه ديال الاستعمال اخوانا، ناخذ واحد كويس ديال الماء، غادي نحتاج ابره. سمحوا لي نحاول نقعد شويه لتحت، فوالا نخليوه بحال هكا احسن. شامل هادي، غادي ناخد غير شويه، مثلا يمكن لكم تستعملوا واحد الملعقه صغيره. هادي واحد الابره ديال 2 مليم، ناخذ منها الماء دافي، نحاولوا اننا نستعملوه. مازال هنا درت واحد 6 ديال الميلين، هنا راس ديال الإبرة نخلط بيها. احسن مكتوب لي هنا، مازال مازال قاصحة شوية. الفراخ الاخوان في اليامات الاولى ما كنعطيوهمش هذا الاكل، هذا يكون قاصح، خصو يكون شويه جاري باش يقدروا يعني يدوزوه، يقدروا يهضموه. بالعلم ان هاد الفراخ هادو اللي عندي واحد البارح وواحد اليوم فقس اليوم، يعني انا شخصيا كنبدا نوكلهم من النهار الاول، كنبدا نوكلهم، كنعاون يعني الانثى والذكر على التوكال ديال الفريخات، وبحال هكا يعني الفريخات تيكبروا بصحة جيدة، و تيكبروا لنا دغيا، والانسان بغا يعاود على الشخر ولا شي حاجة يكون عنده الوقت. نشوفوا هو سخون ولا مسخونش. واخا دابا اخوان غنحتاجو شي حاجه باش نوكلو بها، يعني اما نقدروا نستعملو ابره بحال هكا ونوكلو بها. يعني شخصيا انا موافق نستعمل الابره هاد المره، غادي نستعمل هادي، جاتني يعني وكلت بها اليوم، جاتني ساهله في التوكال. وغندوزو ان شاء الله دابا يعني التوكال ديال الفريخات. هانتوما الاخوان، شي صفيرة ولها بحال هكا، طابلي في العش، تيحل فمو،
نسيت انت. نوض نوض. بالنسبة لتوكال الإخوان عفوا، بالنسبة للتوكال 4 مرات في النهار بحال هكا كتعاون الأنثى، إذا كانت الأنثى بوحدها ضروري خصك تعاونها باش توكل الوليدات ديالها، وبالخصوص إذا كانوا كتار. بارك عليهم كما شفتوا الاخوان، صافي راه شبع مع راساتو. الماكله هي هذه، ها في كتشوف البلاصه هذه، راه كلاو وشبعوا رجعوا ينعسوا، دابا نردهم لبلاصتهم نعلقهم ونخلي الام ديالهم تجي تحضنهم، وداكشي اللي كلات تبروفيتي به هي الاولى، بعدا نعاونوها مره مره بحال هكا ماشي مشكل. الاخوان هنايا نقول لكم سالينا الفيديو، ان شاء الله نتلاقاو المره الجايه في فيديو جديد وشي معلومه جديده ان شاء الله.